السلام البنات، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. على بركة الله هندير معاكم غناج وشوكولا بدون كريمة سائلة، ولأول مرة هندير لكم غناج وشوكولا بدون كريمة سائلة. من المعروف ان غناج وشوكولا كيكون ناجح ضروري تكون كريمة سائلة. انا نقصو شوية، انا نقتصدو شوية ونحبو ناكلو حاجة بنينة. هاد غناج وشوكولا لتزيين لي تارتيلات وشوكولا، اون بلوس لي سابلي بريستيج كوم اون ديكوراسيون من الفوق بلا بوش. الوغ على بركة الله، تلت مقادير، طريقة جد سهلة، تبعوا الخطوات اكيد تنجحوا فيه، ودعوا لي دعاوي الخير مع هاد العواشر. الوغ البنات، حاجة الاولى البنات واش نحتاجو؟ 180 غرام شوكولا سوداء، 180 غرام شوكولا نوار. انا درت امباسادور 180، جاتني علبة ونصف. نحتاجو 120 غرام مارغرين، 120 غرام مارغرين. نحتاجو 225 غرام شوكولا للطلي. حذاري البنات، شوكولا للطلي ماشي شوكولا دادا، هذيك اللي ندوبوها اللي نغلاسيو بها. يعني نأكد 225 غرام شوكولا للطالي. أنا درت تزيرية ذوق البندق، وأنت لك الاختيار في أي نوع عندك في الدار، تقدري حتى تخدمي نوتيلا وعلى شلالة. ألو على بركة الله، نبدأ في طريقة التحضير. حاجة الأولى البنات، نحكموا أن ريسيبيون، نديروا شوكولا سوداء قطعتها، شوفوا المربعات هكذايا، نزيدو نقطعوها البنات باسكو تتقطع طابليطه هي. فوالا نقطعوها هكذا البنات، نكسروها ولا نقطعوها عفوا. نزيدو معاها المارغرين، فوالا كميه المارغرين 120 غرام. نحطوها في ميكرووند، واللي ما عندوش ميكرووند نحطوها في حمام مائي عفوا. نخلوها تدوب ونولي لكم. دخلوها ميكرووند البنات ونعسوها، ما نخلوهاش تدوب حتى درجه الغليان. راهي تدوب فوالا، او ميم طون نقعدو نعسوها البنات. مرة على مرة نجبد الخليط تاعي ونبدا نخلط، باش تخلط المارغرين مع الشوكولا. مازال ما دابت شوية الشوكولا، نعاود نرجعها للميكرووند ونعاود نشعلو للمرة الثانية. الزبدة والشوكولا كاش دابت، شوفوا البنات هكذا هي سخونة. نزيدو 225 غرام شوكولا للطلاء، نرموها كامل البنات. بسم الله، شوفوا نفرغوها هكذا البنات ونبدا نخلط. نبقى نخلط ونستمر في التخليط حتى نتحصل على غناج وشوكولا بنة وقوام احكي ملاح بدون كريمة سائلة. شوفوا راهو بدا يبان القوام. نبقى نستمر في التخليط بملعقة سيليكون او خشبيه. فوالا شوفوا القوام تاعها، صدقوني شوفوا لا بريونس، شوفوا القوام ناجح 100%. فوالا شوفوا البنات، هذا هو القناج تاعي، هذا هو غناج وشوكولا البنات بدون كريمة سائلة لتزيين لطاقات. فوالا نغطوه البنات ببابي فيلم. فوالا هكذا البنات نغطوه بابي فيلم. شوفوا البنات، ولا كنتو مزروبين به محتاجين تخدموه، نديروه ساعتين في الثلاجة يكون واجد. لا كنتو ماشي مزروبين، يعني من الأفضل نخلوه ليلة كاملة في الثلاجة ولا خارج المطبخ، معنا رانا في البرودة، في بلاصة تكون فيها البرودة. نخليه ساعتين في الثلاجة البنات ونولي لكم. هذا هو القناش الشوكولا تاعنا بدون كريمة سائلة،
شوفوا القوام، شوفوا لابغيونس تاعو لتزيين لي تارتيلات وتزيين لي غاتو بريستيج لي سابلي بريستيج. شوفوا البنات القوام تاعو بثلاث مكونات فقط، الشوكولا سوداء والزبدة، هذا هو القوام فوالا، وشوكولا تارتيني ناجح 100% اقتصادي بارابور غاناج بشوكولا كريم فريش. حنديرو في لابوش معكم، هذه هي لادول باش تشوفوا كيفاش جانا. بون البنات كي خرجتوه من الثلاجة ضروري تخلوه واحد زوج سوايع خارج الثلاجة باش نحصلوا على هذا القوام. لا قعد لكم جامد بزاف البنات، لا قعد لكم جامد، ديروا البنات ديروا في الميكرووند تمتم. شوفوا القوام، شوفوا كاش حاكم روحو. فوالا انا نحاول ندير في لابوش باش نوريكم القوام ديال، بسم الله. شوفوا البنات، شوفوا القناش تاعي بدون كريم فريش لا ديكوراسيون. شوفوا البنات، هذا هو البنات، شوفوا كاش حاكم روحو، شوفوا لا بريونس تاعو. ديما نعمل المحال البنات باش نجيب لكم حاجه اقتصاديه وتتعلموها. فوالا شوفوا القناش كاش قعد واقف. ان شاء الله البنات، ان شاء الله البنات تبعتوا الخطوات تاع القناش واستفدتوا شويه معايا. ولا عجبكم الفيديو ديروا لايك وابوني للقناه، وبكم استمر. هذا هو غناج بدون كريمه سائله ناجح 100%. ارجو منكم الدعم في قناه اليوتيوب، دائما اقول لكم وبكم استمر. هذا يعني انا بدون متتبعات واحلى متتبعات ديالي انا ولو. ربي يحفظكم ليا ان شاء الله. سلام البنات.